أهلا بكم أعزائي الطلبة في كل مكان، طلاب وطالبات التعليم الفني الصناعي. النهاردة بنرحب بكم ويوم جديد مليء بالأمل، مليء بالنجاحات المختلفة والتعلم كمان أعزائي الطلبة. النهاردة هنتكلم عن تخصص ميكانيكا صناعة صيانة وإصلاح الماكينات، وبنتكلم على وجه التحديد في مجال السيور. النهاردة هنخصص الحلقة عن السير حرف V، وبنشوف أهميته وعيوبه والكثير من استخداماته المختلفة ومشتملاته، منها الطنبور الخاص بيمشي بيه، ومنها التروس، ومنها الحركات المختلفة التي يجب أن يتحرك بها. بيقدم لنا النهاردة هذه الحلقة الأستاذة سماح علي محمود، أستاذ مادة عناصر الماكينات وتخصص ميكانيكا صيانة، والنهاردة هتكون المادة للصف الثالث يا دكتورة، الثالث الثانوي. تمام، اهلا وسهلا بك، اهلا بحضرتك، منورانا حضرتك. اهلا باولادنا ابناء التعليم الفني الصناعي تخصص ميكانيكا صيانه واصلاح. اهلا يا شباب، والنهارده ان شاء الله هنكون مع حضرتك في الحلقه بتاعتنا، هنكلم ولادنا عن انواع السيور، وهنخص بالذكر السيور حرف الفي. تمام، ان شاء الله بس ناخد يعني مراجعه سريعه عما حصل. ايوه، بريفيجن بسيط كده على اللي احنا قلناه قبل كده في موضوع السيور. تمام، احنا كنا شرحنا في الحلقات الماضية لولادنا ان في حاجة اسمها سيور مسطحة من انواع السيور، وفي حاجة اسمها سيور حرف V، وايضا في حاجة اسمها سيور مسننة. وكنا ركزنا في الحلقات الماضية على السيور المسطح. عرفنا ان احنا عندنا حاجة اسمها سير عدل، نوع اسمه سير عدل، وعندنا نوع اسمه سير مقص. ايه بقى الفرق ما بين السير العادل والسير المقص؟ قلنا السير العادل يعني سير مفتوح، يعني انا بركب السير على الطارة القائدة اللي هي راكبة على الماتور، وببدأ اركب السير التاني ده، ببدأ اشده على الطارة الايه المنقاد. طالما هو كده مفتوح فهو ده كده سير. ايه فايدته؟ بيخلي حركة دوران الطارة المنقادة تبقى في نفس اتجاه حركة دوران الطارة القائدة. كويس، يبقى انا لو انا مش عايز اغير او اعكس الحركة انا بجيب سير مفتوح. السير المفتوح ده بيقول لي من مميزاته ان هو بيبقى سهل التركيب. ليه؟ لان انا بشده من على الطرق ايه ده، وبجي بروح شده من على الطرق المنقاده وخلاص. من عيوبه ان دايما سرعه الطاره المنقاده بتكون اقل من الطاره القائد، يعني بيخفض سرعه النقل وانا شغاله بيه. تمام، يعني لو سرعه الموتور 1000 ريفوليوشن بير مينيت، لفه لكل دقيقه، هتوصل لي اقل بكتير من الالف. ليه؟ وهتوصل لي اقل من الالف بنسبه ايه؟ قال النسبه دي تعتمد على معدل اختلاف الاقطار ما بين الطاره القائده والطاره المنقاده. طيب احنا عايزين نعرف ليه السرعه بتقل وليه بيحدث فقد في القدره بتاعتي. حقيقة، لان انا عندي حاجة اسمها طارة قائدة صغيرة. لما يكون عندي طارة صغيرة كل ما بتلف لفة السير بيمشي جزء حسب محيط الدايرة اللي لف ايه اللي لف فيها. تمام، فلما بيكون الطارة صغيرة فالسير بيمشي ايه بطيء. فعقبال ما الطارة دي تلف 10 ولا 20 لفة يدوبك هتبص تلاقي الطارة المنقادة لفت ايه لفة واحدة. تمام، فبالتالي انا كده بعمل عملية تخفيض لنسبة الايه نقل الحركة بتاعتي. تمام، يبقى انا لو الميكانيزم بتاعي طالب ان انا انقل سرعة بنسبة تخفيض في الحركة، ايوه، اختار النقل بالسيور ويكون الطارة القائدة صغيرة اصغر من الطارة المنقادة. تمام، بتتحسب بقى بالقطر نفسه العدد اللفات بالقطر، ولا بتتحسب بيها دكتورة؟ هو عدد اللفات وفقا لعدد لفات الاكس اللي راكب عليه الموتور. تمام، يعني انا عندي الاكس ده اللي راكب عليه الموتور هو بيلف 1000 لفه. كويس، فخلاص ال 1000 دولت كل 100 منهم بيلفوا 10 من الايه من الطاره المنقاده. تمام، يبقى انا عندي نسبه النقل 1 لايه 1 ل 10. يبقى في الحاله ديت انا بخفض نسبه نقل الحركه ب 10 مرات نسبة تخفيض الايه السرعة الأساسية للموتور. تمام، تمام. يبقى انا كده انا عرفت ان السير بيبدأ بيكون سرعة الطارة السرعة المحيطية للطارة المنقادة اقل من السرعة المحيطية للطارة القائدة. تمام،
السيور من عيوبها حضرتك ان هو بيحصل لها انزلاق. الانزلاق ده بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا السير في فريكشن دايما ما بينه وما بين الطنبورة تمام. باستمرار. الفريكشن ده بيؤدي لتولد درجة حرارة، درجة الحرارة دي بتؤدي إلى حدوث تمدد في طول السير. تمام. ده بيخلي السير ينطر من على الايه؟ من على الطنبورة. بيعمل عملية وقف للايه؟ للميكانيزم كتير. تمام. ده من عيوب السيور. طب احنا بنعمل ايه بقى علشان انا اقلل الموضوع ده؟ بنركب حاجة اسمها طارات وسيطة. الطارة دي بتبقى طارة متثبت عليها ياي، والياي ده في يد. اول ما بنزل اليد بتاعتي، الياي ده بيرفع الطنبوره. امتى؟ لما يبقى في جزء مرتخي من السير يبدا يشد السير مره ايه؟ تانية. مره تانية، ويعيد استخدامه ويديني كفاءه بنفس الكفاءه الايه؟ الاصلي. وده طبيعي لان السير كده كده هيعمل حراره زي ما حضرتك بتقولي. اول ما يبدا يرتخي او يوسع، هنا هيروح شادد الياي. الياي الياي هيبدا يرفع الطاره الوسيطه، الطاره الوسيطه هترفع السير، هيستعيد شده مره اخرى، والميكانيزم هيشتغل بنفس الكفاءه. تمام. طيب احنا عايزين نعرف هل في نوع تاني من انواع السيور المسطحه؟ ايوه، كان عندنا سير اسمه مقص بقى، مش مفتوح. تمام. طب قبل ما نوصل لسير المقص، هل لو احنا غيرنا حجم الترس، خلينا القائد هو الاكبر من الوقود، هل ده هيغير السرعه باكتر من ما هو مفروض؟ طبعا احنا لو خلينا القائد اكبر هيدينا سرعه اعلى. تمام. طب انا ليه في السيور بقى ما بخليش القائد اكبر؟ علشان ده حمل على الموتور. تمام. ده بيسخن الموتور عندي. اه، فانا عشان كده دايما في نقل الحركه بالسيور، تمام، الطنبوره اللي راكبه او الطاره اللي راكبه على الموتور لازم تبقى صغيره. تمام. علشان الحمل اللي واقع على يبقى الموتور اقل، يبقى اقل. لو تساوت الاثنين يا فندم. يبقى احنا كده جبنا حالات السرعه كلها. تمام. لو القائد اصغر السرعه منخفضه. صح. لو القائد اكبر السرعه اعلى. تمام. والحمل اكتر على الموتور. ولو القائد يساوي المنقاد في الحاله دي السرعه متساويه. تمام، جميل قوي. تمام. نعود الى نوع تاني من السيور. كنا اتكلمنا عن السير المقص من السيور المسطحه ايضا. تمام. السير المقص ده عباره عن ايه؟ انا بركب السير على الطاره القائده، وبعد كده بعكسه حرف في كده، واروح مركبه على الايه؟ على الطنبوره المنقاد. في الحالة دي بخلي حركة دوران الطارة القائدة عكس اتجاه حركة دوران الطارة الايه؟ المنقاد. تمام. في الحالة دي السير دوت من مميزاته ان هو بيعكس لي الحركة وبيديني قدرات عالية. تمام. بس من عيوبه ان نتيجة حرف الاكس اللي احنا عملناه ده والدوران بيحدث تآكل واحتكاك ايه؟ عصير. كبير. آه. يؤدي الى تقطع، حدوث تمزق على السير في الايه؟ في السير. فالسير بيتلف بايه؟ بسرعه. عمره بيقل. عمره اقل بكتير في التشغيل. تمام. هل كان ليها حلول حضرتك عشان نخلي السير عمره يطول او الى اخره، عشان ندي العكس ده ونحل حكايه السير؟ احنا بنعمل ايه؟ بنعمل عمليه تزييت وتشحيم دايما باستمرار. تمام. عمليه التزييت والتشحيم دي بتقلل الفريكشن بتاعي، بتزود السرعه اللي موجوده، بتخلي السير الى حد ما عمره يبقى ايه؟ اطول شويه. شوية. هل هيؤدي برضك الى ان السير يوسع في زي ما حصل في الاول؟ طبعا طبعا. هو في اي حاله من الحالات انا بستخدم في اي حاله من الحالات طالما في جزء ميكانيكي متحرك، الحركه دي بتؤدي الى حدوث فريكشن. تمام. الاحتكاك بيولد درجه حراره. الحراره بتعمل تمدد في السير. السير لما بيتمدد لازم بيحدث له ايه؟ انزلاق. تمام. هذه الانواع من السيور يا دكتوره هي ماده كاوتشيه، يعني فيها ماده احنا بقى عندنا انواع كثيره من المواد التي يصنع منها السيور. تمام. عندنا سيور من الجلد فقط، وعندنا سيور من الجلد وداخله بلاستيك. تمام. تمام. طيب السير الجلد، بس السير الجلد ده احنا قلنا ان هو سير بيتصنع من طبقات من الجلد المسني. يعني ايه؟ يعني جلد بس ليه مجموعه من الايه؟ من الطبقات. السير الجلد ده سير مرن جدا. بنيجي بنعمله باطوال كبيره قوي. طب ازاي بعمله باطوال كبيره؟ انا بصنعه قطع صغيره عادي. تمام. وباجي بوصله مع ايه؟ مع بعض. مع بعض حسب الطول اللي انا عايزه. طب طريقه التوصيل بتاعتي للسير بتبقى عباره عن ايه؟ اما بوصل بالخياطه او بوصل بحاجه اسمها تدبيس. نعم، تدبيس.
لا لا، هو لا اما بالخياطه لا اما بماده غرويه، لا اما بالخياطه لا اما بماده ايه غرويه. الافضل ايه يا دكتوره؟ الخياطه اشد معاك، تمام. في ان هي السر لو هو ماشي بسرعه عاليه او في احتكاك كبير بتبقى بيعيش اكتر. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ لتوصيل مقاطع السير مع بعض. طب انا عايزه نهايه السير بتاعي اقفلها مع بعضيها، دي اقفلها بايه؟ قال لي لا اما بالاسلاك، لا اما بخطاف او مخالب، لا اما بسلك سلك او خطاف او مخالب. تمام، ده نهايه الايه؟ السير. عشان يدي حركه دائريه كامله، علشان انا اوصله ويبقى جامد وما يتقطعش مني وهو ايه؟ وهو شغال. تمام، ده كده بالنسبه للسير الايه؟ الجلد. يعني في حاله الاعطال ممكن نلجا الى عمليه الخيوط دي يا دكتوره، يعني لو حصل قطع مثلا للسير بدل ما نغير السير كله ناخد الجزء اللي اتقطع ونشيله ونبدا نركب اضافه جديده. انا ممكن عندي دي في السير الصيانه. انا اصل الطالب ده اللي احنا بنكلمه دلوقتي حضرتك هيقف على مكتب، ده مشغل ومصين في نفس الوقت. تمام، يعني هو بيراقب عمليه التشغيل وفي نفس الوقت لو حصل قدامه اي عطل هو المفروض ان هو بيعمل عمليه الصيانه ليه. تمام، فاحنا بنقول له ان انت لو قدامك سير والسير ده حصل فيه ان هو اتقطع وهو السير جديد وممكن يشتغل مره تانية، ده بنقدر ان احنا نوصله مره اخرى بالخياطه او بماده غرويه. تمام، السير الثاني اللي حضرتك اتكلمي عليه اللي فيه ماده بلاستيك خلاف السير الثاني. السير اللي هو داخله بلاستيك ده بيبقى بيتحمل احمال اعلى من السير الجلد وبيديني قدرات اكبر. تمام، وده بيشغله لما بيكون في عزم دوران اعلى وده تكلفته اعلى بكتير. طبعا طبعا، عمره الافتراضي اكتر بكتير. طبعا، لان هو مقوى، يعني البلاستيك اللي دخل ده خلاه سير مقوى وانشف شويه من السير المرن خالص الجلد خالص. تمام، لكن البلاستيك بيبقى فيه طبيعه مختلفه انه بعد مده زمنيه معينه تلاقيه اتكسر من ذاته، يعني من تلقاء نفسه، لانه هو ماده برضه بتتغير اكتر من الجلد. صح كده، وهو بس احنا عندنا كل سير بنبقى كاتبين عليه تاريخ معين. الله. وتاريخ تغيير السير ده امتى. تمام، يعني هو صالح لفتره لعدد ساعات تشغيل قد ايه، مش احنا مش بنكتب كام يوم. احنا بنكتب عدد ساعات التشغيل بتاعته المفروض تكون كام ساعه تشغيل، وممكن نحسبها بالكيلومتر حضرتك من حركته. هو عامه ساعه التشغيل بتبقى متقدر فيها. أيوة، متقدر فيها طول السير نفسه. طول السير نفسه. تمام، عشان كده بيبقى بالنسبه للطالب عارف او اللي بيقوم بالصيانه عارف تاريخه ايه وهيخلص امتى مجرد ما بيقرا. احنا عندنا الولاد بتقوم بصيانات حاجه اسمها صيانه وقائيه وصيانه علاجيه. تمام، والصيانه اللي هي الدوريه بقى. تمام، فهو عارف الصيانه الدوريه دي امتى يمر على السيور ويغيرها، وبيكتب حضرتك كل سير بيغيره يوم كام وتاريخه ايه، علشان لان التاريخ ممكن المطبوع عليه يختلف عن تاريخ تركيبه الفعلي. بالظبط بالظبط كده. نكمل باقي السيور ولا كده؟ احنا كده بس، ده كان ريفيجن بسيط على الانواع السيور المسطحه اللي احنا اخذناها. هنبدا بقى دلوقتي نستعرض لاولادنا نوع جديد من السيور وهو السير حرف الفي. تمام، مع بعضينا بقى على الشاشه كده نبدا نتطرق لحلقتنا النهارده. نقل الحركه بالسيور حرف الفي. قال لي السير حرف الفي هو بيبقى عباره عن سير مقطعه على شكل شبه منحرف باطوال كبيره ويصنع من المطاط المحتوي في النصف العلوي منه على خيوط او الياف. تمام، لتحمل قوى الشد والضغط ويغطى من الخارج بطبقه للحمايه ومنع تاكله بدون وصلات او ايه او لحم. يعني ايه الكلام ده؟ تمام، بيقول لي ان السير حرف الفي ده زي ما قدامنا كده على الشاشه هو شكله شبه منحرف، يعني السطح العلوي له عريض والسطح السفلي له ايه؟ ضيق. أقل. نفس الكلام الطاره اللي هيركب عليها هذا السير بتبقى واخده شكل شبه الايه؟ المنحرف. تمام يا شباب؟ طيب قال لي حضرتك بقى دلوقتي ان السير ده لما انا باجي استخدمه بجيب سير على شكل حرف في، السطح بتاعه العلوي مغطى بطبقه لحمايه الايه؟ السير. تمام، ومغطى الطبقه دي مصنوعه من ايه؟ من المطاط الجلد كده السميك قوي. تمام، الطبقه دي بتحمي السير من ايه؟ بتحميه من حاجات كتير، تراب هيدخل، عوامل جويه، اي حاجه، على شيء اي حاجه تقدر ان هي تدخل للميكانيزم توقفه
لان التراب ده لما الميكانيزم يستقبل كميه من التراب مع دورانه مع زيت وشحم، هبص الاقي ان الميكانيزم بيقفش. فاحنا عملنا الطبقه ديت بحيث ان هي تغطي السير خالص، تمنع دخول اي تراب اي شوائب ما بين السير وما بين الطور. تمام. الطبقه دي بتصنع من المطاط. تمام. بتطرد يا فندم، بتطرد الغبار ولا لا؟ لا، هي بتحمي، بتمنع توصيله، هي بيبقى عليه ما بيخشش من فوق من السطح اللي فوق، لكن الملامس للبكره هو ده اللي احنا بنحاول ما نوصلوش التراب. بالظبط، الملامس للبكره يفضل نضيف، ما يبقاش فيه تراب. تمام. فدي بتغطي السطح بتاع البكره خالص من فوق. الجزء الخاص بحرف الفي، هل هو بيعتبر بشكله انه متركب على ثلاث بكرات تدي حرف الفي، ولا هو طبيعه السير نفسه بيدي حرف الفي؟ لا، هو طبيعه السير نفسه نازل حرف في، والبكره نفسها احنا مصممينها بحيث ان يبقى القاعده السفليه ليها صغيره، والبكره طالعه السنين بتاعها واخدين حرف الاي الفي كده لفوق. تمام. انا ببدا انزل السير فبيغرز، بيبقى الجزء اللي هو الضيق من تحت، والقاعده اللي هي العريضه من بتبقى من فوق. تمام. ده كده بالنسبه لايه، لنوع السير. طب احنا عايزين نتعرض لمميزات السير ده بقى. تمام. وعيوب السير حرف الفي ايه هي؟ مع بعضنا كده على الشاشه هنشوف مميزات السير حرف الفي. اول ميزه من مميزاته ان هو بينقل حركه بنسبه وسرعه كبيره لمسافات صغيرة، أقل انزلاق عند استخدام بكرات إيه صغيرة. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ بيقول لي إن أنا عندي أي سير عامة أنا بستخدمه في إيه؟ علشان ينقل الحركة بين أعمدة بينها مسافة كبيرة. تمام. ولما بيكون السير ده لو نقل حركة بين عمودين المسافة مش بينهم كبيرة قوي، ده بيقلل الانزلاق. ليه؟ لأن الحركة بتاعتي مش كبيرة، وبالتالي درجة الحرارة المتولدة مش عالية، وبالتالي الانزلاق هيقل. تمام. الضغط الجانبي 3 أمثال السير المسطح، يعني ده الضغط الجانبي عليه والاحتكاك 3 أمثال السير المسطح. الفريكشن اللي بيحصل هنا بأضعاف الفريكشن اللي بيحصل في السير المسطح. تمام. يمكن نقل الحركة بقوة شد منخفضة مما يقلل الحمل على كراسي التحميل. السرعه اللي احنا بننقلها بتبقى سرعه بسيطه، او فده بيقلل الحركه بتاعتي على كرسي التحميل اللي شايل اصلا السير. يمكن نقل قوه اكبر بعدد سيور اكثر، تصل الى 12 سير متجاور على البكره الواحد. يبقى انا من مميزات السير دوت ان انا ممكن انقل بيه حركه يعني السير ده على يعني البكره بتاعته ممكن تبقى بكره مسلوبه واخده 12 قطر تديني 12 سرعه. يبقى السير حرف في ده البكره بتاعته بتبقى احيانا البكره دي مدرجه واخده تدريج كبير بقطر كبير، التدريج اللي بعديه اقل، القطر اللي بعده الحز بتاعه قطره اقل، مسلوب نازل مسلوب. فبالتالي البكره دي على القطر الكبير يديني سرعه كبيره. لو انا نقلت السير على القطر اللي بعده السرعه تقل، وهكذا لحد اخر اخر قطر معايا على البكره. فمن مميزات السيور حرف في ان هي تقدر ان انا اخد منها مجموعه من السرعات المتعدده، ما يبقاش راكب على بكره بتديني سرعه واحده. لكن هل انقل السرعات يا دكتوره من الى من غير ما اغير السير؟ يعني من غير ما اغير حركه السير؟ هل هناك ميكانيزم يعمل ده يخلي السير يتحرك في اتجاه او يوصل من هنا؟ بالظبط، احنا عندنا حضرتك حاجه اسمها يد نقل السرعات. تمام. اليد دي هي بتعمل عمليه فصل لحركه السير، وببدا انقله اول ما بشد اليد كده بيبدا السير يتنقل معايا على الطنبوره اللي بعديها وهكذا، زي بالظبط حضرتك هنكون راكب عربيه. تمام. فانت ماشي على الاول. ليه على الاول؟ لان انا معايا ترس صغير مع الشقه مع ترس كبير. طب انا عايز امشي بقى على التاني اسرع، يبقى لازم انقل على ترس اكبر. ده اللي بيسموه الفتيس. بالظبط. انا ماشي اهو الفتيس ده، انا عندي فتيس زيه للمكنه بقى، بس احنا بنسميها في المكن يد تغيير السرعات. تمام. يد تغيير السرعات دي لما انا بنقلها من بكره لبكره بتنقل السير بتاعي من على طنبوره كبيره لطنبوره اقل، فبالتالي بغير نسبه السرعه بتاعتي والحركه.
طب هل ممكن نعمل زي ما بنحصل في العربيات الاوتوماتيك مع زيادة اكسلراتير البنزين بيدي سرعة اوتوماتيك وبينقل الحركة؟ هل بس ممكن نحول الميكانيزم بدل اليدوي الى بدل مانيوال الى يعني على طول ده اوتوماتيك؟ حضرتك اسمه نقل الحركة هيدروليك، تمام؟ تمام أنا عندي حاجة اسمها نقل حركة ميكانيكي تمام ونقل حركة هيدروليكي. تمام ده جزء ليه ديزاين آخر. أنا ما بعملش حاجة اسمها المرحلات، اللي أنا فيه ده دلوقتي نقل الحركة بالمرحلات، برحل ننقل من وإلى. إنما التاني بضغط زيت، ضغط الزيت هو بدل إيدي، هو اللي بيحرك أوتوماتيك. ضغط الزيت ده عن طريق ما زي ما حضرتك كده في العربية بتدوس بنزين، بدوس بنزين بيدي قدرة على المين، على المحرك بتاعي. المحرك بيبدأ ايه البساتم بتاعته ايه اللي ايه اللي تشتغل. صح. انا عندي في المكنة ممكن بدل ما انا ازود سرعة المكنة، الظرف مثلا بتاع المخرطة، او اقلله عن طريق مجموعة تروس او سيور، لا انا ممكن اضغط ايه زيت. زيت في الضغط الزيت دوت مقدار الضغط اللي انا بضغطه هيغير هو الكورس، اللي بيزود السرعة وهو اللي وده بيقلل اريح مع السرعة. العامل في المصنع. هو اوتوميشن، اوتوميشن. هو ده سيستم اوتوميشن حضرتك. يعني تمام. احنا بص حضرتك، احنا بنشتغل على كل انظمة نقل الحركة الميكانيكية. تمام. احنا عندنا بداية بيكون نقل الاليات الحركة الميكانيكية اللي احنا المانيوال او هي الكونفنشال اللي احنا بنسميها التقليدية، تمام. تمام، اللي هي زي التروس، زي السيور، زي حاجة اسمها عندنا البيرنج اللي هي رمان البالي او كراسي التحميل. عندنا حاجة اسمها العجلات الاحتكاكية، دي كلها وسائل نقل حركة ميكانيكية. الله، جميل. انا ممكن بقى بدل الميكانيزمات الميكانيكية دي اجيب حاجة اسمها دواير نيوماتيك او هيدروليك، تمام، عن طريق ضغط الهواء اشغل الاجزاء الميكانيكية، او عن طريق ضغط الزيت اشغل الاجزاء الايه ميكانيكية. الميكانيكية. ممكن العامل هنا يغير او اللي قام بالصيانة يغير السيستم، ولا لابد ان يكون تصميم الجهاز من بدايته لا لا، هو هو حضرتك بالظبط؟ احنا عندنا التكنولوجيا متطورة. تمام. التكنولوجيا بدأت ازاي ودلوقتي بقت فين؟ اتنقلت فين. تمام. احنا دلوقتي كمان عدينا مرحلة ان انا اضغط بهواء واضغط بزيت مانوال. انا بقيت ابرمج ببرنامج السيستم يمشي مع نفسه بنسميه ديجيتال على طول يا دكتورة، بالظبط مقرر كده، لمس يديني الحركة اللي انا عاوزها. بالظبط. انا ما تمام. بقيتش دلوقتي بظبط سرعة المكنة باستخدام ترس ولا باستخدام سير ولا الكلام ده او خالص. مكبس؟ لا، انا بحط الرقم بتاع الار بي ام بتاعتي اللي هي الفولستي او السبيد اللي انا عايزاها على الشاشة، والمكنة بتظبط وبتشتغل. تمام. طيب ده اللي ولادنا هيدرسوه ولا بالفعل يعني بيدرسوه حاليا؟ لا هو بالفعل بيدرسوه. احنا عندنا المنظومة دي ماشية بالتوازي. يعني انا ايه بدي ليفلات، الليفل اللي هو الميكانيزمات اللي هي اليدوية دي في جزئية اسمها عناصر ماكينات. في ليفل تاني اللي هو بياخد فيه بقى حاجة اسمها سي ان سي، تمام، هو نيوميريكال كنترول، مكن بيعمل بالكمبيوتر. تمام. ازاي يعرف يعملوا البرنامج وازاي يقدر يشغل المكن ده وينتج بيه؟ هنعلمه ازاي يعرف يعمل برنامج. بالظبط. الله. وبياخد السيموليشن اللي عن طريقه يتأكد ان المنتج ده هيطلع صح 100% قبل ما يجرب المنتج على المكنة. الله يا دكتور. يعني هو مش هيحتاج انه يخش جامعة عشان يتعلم حاجة زيادة، ده هو يطلع لسوق العمل على طول شغال. هو حضرتك احنا كتعليم فني صناعي احنا اختلفنا كتير جدا. احنا دلوقتي السوق محتاج مني الفني بعد ما اخلص على طول. تمام. رجال الصناعة دلوقتي بقى في تغيير شامل وعام في التعليم الفني وفق احتياجات سوق العمل من الصناعة ومن المهارات اللي هم طالبينها، لذلك مناهجنا اختلفت تماما. ما بقتش بحط منهج الا لما راجل الصناعة يقول المنهج ده هو انا محتاجه محتاج في ايه. السوق ولا الله، مش محتاجه. مواكبة على طول يا دكتور. بالظبط. نعود الى مميزات او عيوب هذا السير يا دكتور. تمام. احنا قلنا دلوقتي ان مميزات السير حرف في ان هو هينقل قدرات كبيره، هينقل حركه بين عمودين بينهم مسافه كبيره، وده هيؤدي الى انزلاق. ولو انا مش عايز انزلاق يبقى لازم المسافه بين العمودين دي ايه تقل. السير حرف في ايضا من مميزاته ان هو ينقل لي عدد من السرعات متعدده، مش بينقل لي سرعه واحده على بكره واحده، ممكن بكره يكون عليها اكتر من تدرج
تنقل لي عدد من السرعات المختلف. ده كده بالنسبة للسير حرف V من مميزات. نبدأ بقى في عيوب السيور حرف الV. ايه هي عيوبها؟ مع بعضينا كده على الشاشة. قال لي لا تنقل الحركة بين عمودين مسافة بين المحاور ايه كبيرة جدا. ينفعش سيور حرف V ينفعش ان انا اخدها في نقل الحركة بين عمودين بينهم مسافة كبيرة جدا زي السيور المسطحة. طب المسافة قد ايه دكتور عشان نبقى برضك واضحين مع الطلاب؟ لا تقريبا يعني هو بس حضر هو كل والبتاع دي ايه اللي زي هو طالما هو قال ما ينفعش ان هي ما بين مسافه كبيره يبقى المفروض ان احنا السيور دي اصلا في ستاندر ليها. ايوه بتتصمم برقم فمعروف ان اكبر قطر او اكبر سير عندي مثلا يبقى 3 متر مثال. تمام خلاص يبقى طالما الستاندر بتاعي ما بيعديش ال 3 متر يبقى انا ما ينفعش اركب السيور دول على عمودين المسافه ما بينهم ابعد من 3 متر. تمام فده ستاندر للسيور اصلا. كل ما قل كل ما يكون العزمه اكتر يعني ممكن يبقى 3 ده اخره ويبقى قبليه 2 و1 ونص و1 متر وهكذا. انا هقول لحضرتك على حاجه. تمام بالنسبه للعزم وبالنسبه للسرعه ده ملهوش دعوة بطول السير. ده ليه دعوة بقطر البقرة. تمام اللي راكبة على الأكس زي ما قلنا في الأول حجمها أكبر من لو قطر البقرة ده كبير على الأكس عزم الدوران اللي هتحتاجه هتبقى كبير. يعني أنا شايل شيلة تقيلة قوي فلازم يبقى عندي عزم دوران إيه كبير عشان أدورها. تمام فلو أنا مركب قطر طارة كبير قوي على الموتور في الحالة دي أنا أحتاج عزم دوران إيه عشان كده لازم نقلل القطر نفسه يا فندم زي ما بيحصل في العجلة. العجله اللي بنركبها يعني الطالب يعني ده مثال حلو قوي للولاد كده. حضرتك يعني جبت لنا مثال جميل جدا في الجنازير. تمام يعني حضرتك دلوقتي بالنسبه للولاد اللي بتركب العجله هو عنده البدال راكب على الترس الصغير ولا الترس الكبير؟ ترس صغير. حلو ترس ايه الكبير. لا الترس الكبير. ليه بقى؟ هقول لحضرتك ليه الترس الكبير. لو كان راكب على الترس الصغير ورا الترس الصغير هيقعد يلف بالبدال بتاعه كتير قوي العجله مش هتمشي منه. صح انما لو كان القائد اللي هو بيبدل من عليه كبير في الحاله دي اول ما يبدل البدال مره واحده بص الاقي العجله ايه على اللي ورانيه وبص الاقي العجله ايه سريعه جدا. صح فدي مثال احنا كده قلنا في السيور انا كنت بركب القائد ايه صغير والمنقاد ايه كبير فكانت السرعه بتقل. تمام في حاله الجنازير هنا انا ركبت قائد ايه كبير. والمنقاد بتاعي صغير فالسرعه ايه زادت عندي. هل ده اللي بيحصل برضك في السيارات يا دكتوره ولا العكس في السياره؟ يعني انا بنفتكر تملي يبقى بنبدا على الفتيس في المرحله الاولى اول تشغيل هو اقل ترس بعد كده ما بنكبر عشان يديني دايره اسرع بعد كده. بالظبط وحضرتك هو بالظبط ده اللي بيحصل في السياره. ليه؟ في اي ميكانيزم حضرتك هو الميكانيزم اللي في السياره ده هو الميكانيزم اللي موجود في اي مكنه هو اللي موجود في اي خط انتاج. تمام تمام هو المبدا واحد. الترس اللي انا بجيبه في الاول ده على السرعه الاولى ده ترس صغير. تمام بيديني سرعه منخفضه بس عزمه اكتر في بدايه الحركه عشان يشيل التقل بتاع العربيه. بالظبط علشان يبدا يرفع العربيه بياخد عزم ايه كبير. لما بنقل على ترس اكبر كل ما بنقل على ترس اكبر وده بيبقى القائد بتاعي اللي انا بنقل من خلاله. تمام. السرعه عندي بتزيد. تمام تبقى مضافه بتبقى سرعة مضاعفه على سرعه على سرعه على سرعه فبتديني سرعه اكتر. تمام بفهم. لكن البدايه لازم في ترس صغير عشان اقدر اخد القوه في 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 في, في الحمل الاكتر للعربيه. هو دايما احنا بنقول ايه لما نيجي نشغل اي ميكانيزم ما ينفعش اشغله على سرعه كبيره مره واحده لا لازم اطلع بالتدريج. صح كده لان المكنه بتبقى بارده فلازم اسخنها فعلشان تسخن وبعد كده تديني حركه سريعه. تمام. وتبدا تشتغل معايا لازم علشان اسخنها لازم ابدا بسرعه ايه بطيئه. تمام. بالظبط زي ما بيقول ايه بنطبع المكنه الاول وبعد كده تبدا تشتغل. تمام. عشان تطبع على الشغل لازم تاخد شغل ايه الاول خفيف وبعد كده ابدا ازود السرعه واحده واحده. نعود الى العيوب مره ثانيه لسير حرف البي. تمام العيوب بقى بتاعتنا شباب على الشاشه اول حاجه لا تنقل الحركه بين عمودين مسافه بينهم المحاور كبيره بين المحاور هتكون كبيره اقل متانه بالمقارنه بالسيور المسطحه اقل متانه. صعوبه تصنيع الطارات تكلفه مرتفعه. يبقى السير دوت الطاره بتاعته بتحتاج لديزاينر اعلى دقه من السيور المسطحه
لان هنا عامله حرف في، تمام، هناك بيبقى سير مسطح، طنبوره نازله عدله على طول، فبتصنع على اي مخرطه بسهوله. تمام. اقل متانه بالمقارنه بالسيور الايه المسطحه، يعني السير دوت ليه؟ لانه بيبقى ناشف. السير ده ناشف، السير الحرف في ده ناشف، مش مرن، مش جلد. صح. فعلشان ناشف مع الحركه يتقطع ويتاكل بسرعه. تمام. تمام. كمان تكلفته بتكون مرتفعه، وزي ما قلنا كده ان هو ما بينقلش الحركه بين عمودين بينهم مسافه كبيره، وده عيب من عيوب السير حرف في. اسمحي لي يا دكتوره، انا عاوز اتخيل شكل السير في حرف الفي، هل هو مسطح ثم من على الجنبين واخد ميل وهينزل على بكره فيها نفس الجانب برضك الجنبين منحرفين، ولا هو بيبقى حركته حركه الفي؟ عاوزين نقول لولادنا برضك اذا ما كنا نقدر نشوف مثلا مثال مرسوم عنه. هو البكره هي قدامنا، البكره بتاعته تمام، بتبقى مسننه من فوق عريضه، وبتبقى نازله من جوه، جوه البكره دي الجزء الغاطس بتاعها من جوه بيبقى مايل، مايل واخد حرف في. تمام. بالنسبه للسير بيبقى واخد نفس الشكل كده، مسطح من اعلى تمام، وبيبقى نازل بميل واخد حرف الفي من جنابه الاثنين، من جنابه الاثنين نازل منه ميل. عشان كده لما نشوفه نقول من في، من حرف من شكل المقطع بتاعه، من شكل المقطع بتاعه يدي حرف الفي. لو احنا قطعناه بالطولي هنحطه كده نحس ان هو جاي بالشكل ده. بالزبط. عشان كده ما بيدخلش اتربه يا دكتوره. بالظبط، هو بيبقى واخد يحضن نفس البكره نفسها، فبيقفلها وما يدخلش الحرف فيه. بالظبط. لكن من تحت في ممكن اتربه ممكن تطلع وتخش على سير من الداخل. لا، ده مصمت. مصمت تحت، دي قاعده مصمطه. انا بنزل السير على طنبور، على قاعده الطنبوره. دي مش مفتوحه، مش مفتوحه، ده هو بينزل يسقط يا دوبك ملامس نازل على مكان الطنبوره على طول، على ملامس للسطح السفلي ليها. تمام. وهل هو في حيز مقفول يا دكتوره؟ يعني ممكن يكون مقفول علشان ما يتخشوش اتربه من من الماكينه اللي بتشتغل. انا بشتغل مثلا في حركه نول بيطلع فيه غبار من هل هو مقفول داخل علبه مقفوله عشان يضمن لي عدم دخول الاتربه؟ بصراحه هو حضرتك فعلا فعلا دي معلومه فعلا اكيده جدا، مفيش عندي اي ميكانيزمات ينفع ان هي تكون مكشوفه. تمام. لحاجات كتيره جدا. اولا العوامل الجويه والاتربه والشوائب واي يعني اي حاجه توصل للميكانيزم توقفه. تمام. حاجه تانيه لعامل الامان، ده حاجه مهمه جدا عشان العامل ما يغلطش، ما ينفعش عامل يحط ايده على ميكانيزم وهو شغال تبص تلاقي ايده ضاعت خلاص. تمام. لا طبعا، هو اي ميكانيزم شغال ميكانيكي لازم يبقى داخل علبه ومقفوله ومتامنه كويس جدا. العامل اللي يسيب العلبه بعد ما يركب ويفتحها ويقول ما هو كده كده شغال وانا بسيبه عشان يقلل الحراره، ده خطا. طبعا. تمام. طبعا احنا عندنا قبل ما بندرس اي حاجه لازم بندرس حاجه اسمها الفايف اس. تمام. معايير جوده اداء الطالب او العامل داخل الورشه. تمام. لازم يتعلم ازاي ينفذ الحاجه وفقا لقواعد سلامه وصحه مهنيه، ولازم يتعلم ان هو ينفذ الجزء بتاعه بالطريقه الفنيه الصحيحه ويتبع التعليمات داخل الورشه. تمام. دي ده ستاندر لتشغيل الطالب او ان الولد يقف ينفذ منتج داخل الورشه. تمام. لكن عند اداره وتركيب والصيانه انا ممكن افتح عشان اشوف حركه السير، لكن اول ما اطمئن ان الحركه مظبوطه بقفل الماكينه واروح مركب الغطاء اللي بيقفل وابدا اشغلها من اول وجديد. بالظبط كده. اثناء الصيانه ده انا عايزه اصين الجزئيه دي، بفتح وفاصل الكهرباء عشان ما فيش اي شيء ممكن يكون بالزبط بيحصل. بالظبط. هو واخد عوامل ارشاد وعوامل امان وقواعد سلامه وصحه مهنيه تابعها. تمام. اثناء ما بيفك وبيعمل عمليه الصيانه وبعد الفك والتجميع يعمل ايه؟ فدي هو ما بيشتغلش الا وفق قواعد السلامه والصحه المهنيه. ورغم ده ممكن قوي يقع في اخطاء يا فندم، وسبب الاخطاء هي سبب اخطاء مهنته اللي هي عدم اتباع قواعد السلامه والصحه المهنيه. هو اللي يسائل في هذا الجانب، هو اكتر واحد بيدفع الفاتوره من اصاباته فيها. بالظبط. تمام. لو ما اتبعهاش، لو ما اتبعش. نعود مره ثانيه للعيوب. تمام. احنا عايزين بقى نتكلم حضرتك دلوقتي على بكرات السيور حرف الفي. احنا قلنا البكره دي احنا عرفنا ان هي هتبقى الديزاين بتاعها هيبقى على شكل حرف في. عايزين نعرف هي بتصنع من ايه. قال لي بتصنع بمجرى واحده او عده مجاري علشان انقل السير على طنبوره واحده او مجموعه من المجاري اللي موجوده على الطنبوره بتاعتي او الطاره.
بزاوية التجويف أو الزاوية الكبيرة للطارة الكبيرة، ويركب السير بحيث لا يكون بارز على الحافة أو غاطس في المجرى. الكلام ده مهم قوي، يعني إيه السير يركب بحيث إن هو ما يكونش غاطس في المجرى قوي ولا قابب على الايه على الطنبوره. تمام. السير لو لو هو متركب وما نزلش في المكان بتاعه صح وكان اعلى من الطنبوره، اول ما بشغل السير بيحصل له ايه؟ ينزلق. تمام. طب لو السير بقى انا حشرته جوه قوي، اقل من المستوى يعني جوه جدا، جوه الطنبوره قوي، في الحاله ديت هو السير بتاعي قفش. يعني لما يجي اشغل علشان يتحرك جوه الطنبوره هيتحرك بصعوبه. تمام. فممكن يعمل عمليه قفش للحركه. تمام. الاقي الطنبوره ما تتحركش معايا بسهوله. فلازم عشان اركب السير لا يبقى غاطس خالص ولا يبقى اعلى من مستوى حافه الايه؟ تمام. الطاره. العامل الفني هنا هيحتاج ايه؟ هل هيحتاج انه هيشد شويه السلك السير ده بايديه او يضغط عليه من فوق فيلاقي الفرق في الضغط؟ يعني لو يسمح بالضغط بشكل معقول يبقى معنى كده المسافة معقولة، لكن لو ضغط عليها قوي ولقاها امتدت قوي يبقى هنا مضغوط ومقفوش مثلا، أو بالزبط. العكس صحيح؟ بالظبط. وبيبقى معاه جهاز قياس كده، هو بعد ما بيخلص بيحطه بيعرف هو السير بتاعه سايب مسافة من الطارة قد ايه، بحيث ان هو يبقى مع معيار المقياس اللي هو المفروض ان هو يظبط السير عليه في قلب الطاره بتاعته. الجهاز ده المفروض يكون معاه على طول بشكل دائم. جهاز معايره. تمام. جهاز معايره للتركيب بتاع السير على الطنبوره مش نفسه. يرجع للبكرات لكن هيبص على الجهاز على طول هو يبين له ده دكتور. بالظبط. تمام. ده كده بالنسبه لبكرات السير حرف الفي. تمام. العيب ده يا فندم اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده من اهم عشان اتلاشاه لابد ان انا الجا الى هذا الجهاز في التركيب. وأقيس المعامل ده بحيث المعيار ده بحيث ان انا اضمن اداؤه هيبقى فعال ومش هيحصل اي مشاكل. بالظبط، عشان اضمن ان السير نازل في المستوى الصحيح ليه. تمام. داخل البكره بتاعته. تمام. وقدامنا دلوقتي التركيب الصحيح للسير. السير ما ينفعش ايوه لا يبقى غاطس خالص ولا يبقى اعلى مستوى حافه الطنبوره. السير لازم اللي هو الرقم 3 ديت هو اللي الأخير هو الاخير الأحسن. هو افضل نوع. ما فيش فجوه، تاني واحد فيه فجوه طويله، الثالث هو النص يا فندم. يعني اللي هو بص حضرتك هتلاحظ ان السير القمه بتاعته جايه مع حافه الطاره بالظبط وهو مش نازل مش لازق في الجزء اللي هو السفلي للطاره، فبالتالي مش محتك قوي مع الجزء السفلي، ومش لو هو محتك مع الجزء السفلي هيعمل احتكاك عالي قوي مع الحركه، هبص الاقي ان السير ساح جوه الايه؟ تمام، جوه الطاره. طب دكتوره السير بهذا الشكل ليه مساحه محدوده لابد انها تكون غطسه، ايه اللي يخلي السير يصل في المرحله الاولى انه ينزل بعيد عن شفتين رغم ان هو معمول لشفه؟ هل ده النتيجه للشد الشديد عليه فخلى الجانبين اللي هي الحرف الفي بتاعته بقت غاطس اكتر، ولا طبيعه الماده نفسها هي اللي بتسمح بالشد انه يوصل بهذا الضغط؟ هو طالما حصل ان السير الغطس اثناء الشغل بتاعي يبقى ده حصل نتيجه تاكل جنبي الايه؟ تمام. السير. التاكل ده بيعمل على ان السير بتاعي ما بقاش متحمل ما بقاش متحمل على سطح، فبالتالي طبيعي السير اقل من الايه؟ من الطاره. تمام. فالسير هيبص هيغطس جوه الايه؟ جوه الطاره. اذا يا دكتوره الشكل الطبيعي للسير هو مصمت خالص زي ما حضرتك بتقولي ونازل بميل على حرف في بحيث انه يبقى اخر حته من الجزء اللي تحتاني هي اقل مساحه للجزء الفوقاني ومش هيوصل لاخر الجزء القاعده الاساسيه للبكره. يعني عمره ما هيوصل للقاعده الاساسيه للبكره والا من هنا هيبقى العزم تقيل وممكن يعمل مشكله. لو وصل للجزء الاسفل للبكره ده هيقبل فريكشن بتاعه عالي قوي. تمام. ده هيؤدي لدمج او ان هو يتقطع ويتمزق، وهتبص تلاقي ان السير بتاعي عمره الافتراضي بقى ايه؟ قليل جدا. تمام. ده لان في هواء وفي احتكاك. لان في احتكاك. ما هو حضرتك حديد مع ماده مطاطيه مع حركة، ايه اللي هيحصل؟ الحركة مع الاجسام المحتكة مع بعضيها دي هتولد درجة حرارة ايه؟ تمام. عالية. تمام. ودرجة الحرارة دي بترتفع نتيجة ايه؟ زيادة الاحتكاك اللي موجود. كل ما زاد الاحتكاك
كل ما درجة الحرارة ارتفعت أكتر، تمام، كل ما حدث تآكل وتمزق في مين؟ في السير بتاعي. إذا البكرة معمولة عكس حركة الفي، يعني السير هيبقى في نازل والبكرة في صاعد، بالظبط، بحيث ان الاثنين يخشوا مع بعض. دكتور تبقى تركيبه، اسمها تركيبه. يبقى ده المفروض الطالب يتخيله ويبقى عارف ان السير هيخش فيه جزء معاكس لحرف الفي اللي نازل بيه. ايوه، هو بيبقى مصمت والبكره بتبقى مجوفه، تمام، دي بتبقى تركيبه مع بعضها، تمام. انا ما كنتش متخيلها صح، لكن تخيلتها مع الرسمه ده. الرسمه الاخيره ديت هي موضحه شكل السير نفسه. شكل السير واضح فيها، تمام. ده كده بالنسبه لشكل حرف السير، حرف ايه؟ حرف في. تمام. احنا عندنا دلوقتي بقى هنبدا ندخل على حاجه اسمها السيور المسننه. السير المسنن ده سير لازم البقره بتاعته تكون مسننه، تمام. ولادنا يقولوا هي شكل الترس؟ لا، هي مش شكل ترس قوي، هي بس تجاوفها بتبقى محززة، وبيبقى السير واخد أسنان، شكل الأسنان كده، تمام، تمام. فاحنا هنبدأ بقى دلوقتي شباب مع بعضينا على نبدأ نعرض السير المسنن ونشوف ايه برضك مميزاته وبستخدمه امتى. جميل. مع بعضينا كده على الشاشة. بيقول لي هنا نقل الحركة بالسيور المسننة. تستخدم السيور المسننة مع التروس في نقل القدرة دون انزلاق، وتصنع من الكاوتش عالي الجودة مدعم من داخله بكابلات مصنعة من الصلب ملفوفة حلزونية علشان تنقل قوة الشد الايه الكبيرة خلالها، وتصنع عجلة السير المسنن من اما الحديد الزهر الرمادي او من المعادن الخفيفة. دي البكرة. يبقى انا عندي هنا بيقول لي ايه ان السير ده انا بستخدمه امتى؟ بستخدمه في نقل الحركة مع التروس. يعني البكره بتاعتي بتبقى واخده شكل ايه؟ شكل اسنان مسننه من الترس كده، تمام. بس تبقى هي السنه بتاعتي ما تبقاش الواخده عمق السنه بتاعت الترس قوي. نفس بتبقى الحكايه في الفي، مش هندخله لغايه الاخر. تمام. هنا السير هنا بيبقى واخد شكل الحزوز بتاعتي دي او مسنن. القدره اللي بينقلها السير ده بتبقى خاليه من الانزلاق، يعني السير ده ما بيحصلوش انزلاق. صح. ليه؟ لان هو متعشق، صح، فبالتالي مش هيحصل له سطحه الملاصق للبكره مش املس، والبكره نفسها مش ملساء، هي اصلا مجوفه لدخول السنون خاصه فيها جواها. هو انا عندي السير مسنن بنفس شكل فراغ الايه السنه اللي هيبدا يركب فيها، تمام. فبالتالي النقل الحركه باستخدام السيور المسننه نقل موجب. يعني ايه نقل موجب ونقل غير موجب؟ تمام. لو حدث انزلاق في السير ده نقل حركه غير موجب. ولما لو السير ده نقل حركه بدون انزلاق ده نقل حركه موجب. موجب يعني مفيش فقد في القدره، تمام، ومفيش انزلاق، تمام. غير موجب يعني في انزلاق وفي فقد في القدره بتاعتي، تمام. فبيبان هنا كده خلاص اتفك السير نفسه لو هو غير موجب، لكن لو هو موجب يبقى السير في مكانه مظبوط وبيدي الحركه نفسها. يعني انا مثلا الميكانيزمات اللي هتشتغل عندي بالسير المسننه مش هيحصل لها انزلاق ومش هيحصل لها توقف كتير. ده اللي بيحصل في العربيات يا دكتور. نقل من ما بين ترس لترس، وخصوصا اللي هيشغل الجانب الخاص بتغيير الميه اللي هي الميه الخاصه الريداتير وحركه الميه داخل الموتور، ففي ترس تاني بياخد منه. ده اللي بيحصل مع السيور الخاصه بالعربيات. بس انا عايزه اوصل لحضرتك معلومه، هو في فرق كبير جدا ما بين التروس وما بين السيور. التروس هي عباره عن اجزاء ترسين كده بيخشوا ببعض بيعشقوا مع بعض وهما بيدوروا بعض، تمام. انما السيور ده بيبقى بكرتين بعاد عن بعض، تمام، ماشي، بعاد عن بعض مش ملامسين لبعض، صح، ترتين بعاد عن بعض، صح، وانا بوصل لهم وسيله نقل الحركه بينهم اللي هي السير، تمام، تمام. ما يصحش نقول كلمه تروس، نقول سيور وبكرات. لا، التروس دي اليه نقل حركه اخرى خالص، تمام. احنا دلوقتي عشقه ببعضها او داخله ببعضها، بالظبط، لان هي بتنقل حركه بين محاور بينها مسافه صغيره، يعني لانها هي مش بتبقى بينهم مسافه، ده لازم الترسين يكونوا معشقين مع بعض عشان واحد ينقل عزم دورانه للتاني زي فيبدا الساعة. يدور التاني زي الساعه في تركيبها حضرتك، الساعه نفسها في كلها تروس مع بعضها، فما فيش سير،
لكن في الاماكن البعيده من 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 بكره لبكره هنا يبقى لازم يكون في سير. تمام. سير او جنزير. تمام. او جنزير. احنا عندنا اليتين لنقل الحركه على مسافه كبيره. تمام. لا اما السيور بانواعها لا اما الجنازير. تمام. تمام. انا دلوقتي عايز اعرف يعني ايه سير مسنن. السير المسنن ده عباره عن سير بصنعه من المطاط ولكن وبيدخل فيه الكاوتش. تمام. والسير ده بيركب على بقره مسننه. تمام. عايزين نعرف بقى دلوقتي بالنسبه للسيور المسننه دي ايه العوامل التي يجب مراعاتها. تمام. عند استخدام السيور المسننه بدون اخطاء. اولا البقرات تكون غير مائله على العمود. البقرات تكون في مستوى واحد. تكون البقره مثبته على العمود بواسطه خابور غاطس. توازي المحاور يكون دقيق. اتزان البقرات وعدم الرفه. ايه الكلام الجميل ده بقى؟ انا دلوقتي الولد عايزاه يبدا يقف يصمم ميكانيزم لطراد وتركيب سير. تمام. اول حاجه بيجيب الاكسات. الاكسات دي اللي هي العمود القائد والعمود المنقوط. تمام. بيجيب الاكس ويعمل له اتزان، يعمل له محور اتزان. تمام. وبعد كده بيبدا الاكس ده اما بختبر اتزانه بيبدا احط عليه الطاره علشان ادخل الطاره على الاكس ادخلها في شكل عمودي. تمام. وادخلها بواسطه خابور. يبقى انا كده بثبت الطاره على الاكس بدخلها بشكل عمودي واختبر عموديه الطاره مع العمود. تمام. وعشق الطاره في العمود عن طريق خابور وبعد كده اختبر اتزان العمودين مع بعض عن طريق حاجه اسمها مسطره اتزان. احطها على العمودين واعمل لهم عمليه دوران ما يبقاش في رفه للدوران بتاعي. رفه يبقى شمال ويمين كده بالظبط. ان الدوران مش في استداره. لا في رفه، في حاجه اسمها في اهتزاز، في فايبريشن. تمام. وهي الميكانيزم شغال. لا طول ما الميكانيزم شغال ما فيش فيه فايبريشن او اهتزازات يبقى ده متزن. بختبره بايه؟ بمسطره اتزان. تمام. وزي ما بقول لحضرتك كده الطاره القائده بتدخل عموديه واختبر عموديتها. والطاره المنقاده تدخل عموديه واختبر عموديتها وبعد كده اختبر اتزان الايه الاعمده مع بعض. بعد كده اركب السير بتاعي. والا السير هيتفك تلقائي لان في ميل او في رفه. والميكانيزم نفسه مش هيشتغل صح. مش هيشتغل صح. تمام. دكتوره يعني موضوع كبير وجميل ويعني وقتنا انتهى محاضرتنا الجميله النهارده، لكن هنواصل مع حضرتك محاضره ثانيه هنكمل فيها ما تبقى من هذا النوع من السير الخاص بالسنون ونشوف قد ايه اهميته وهل هو فعلا ممكن يكون افضلهم بالنسبه للسيور. ونتكلم برضك في المحاضره اللي جايه ان شاء الله عن بعض السيور المعدنيه اللي حضرتك قلتي عليها، الجنزير مثلا زي ما كناش اتكلمنا عليه في حلقه سابقه. مش ده اللي ممكن يحصل يا فندم؟ ان شاء الله باذن الله حلقتنا القادمه ان شاء الله هتكون عن الجنازير. وانا بشكر حضرتك وبشكر اولادي وان شاء الله نكون عند حسن الظن ونكون وصلنا لاولادنا معلومه يستفيدوا منها. شكرا جدا يا شباب. شكرا لكم اعزائي الشباب في كل مكان. احنا لينا عقل ولينا مخ والكلام اللي بتقوله الدكتوره هو ما يصح فيه العقل والمخ. لابد ان يكون عندنا تطور وعندنا وعي علشان نقدر نلم الموضوع، والموضوع في غايه البساطه لو فهمناه مش هنحتاج ابدا ان احنا نحفظ تفاصيله، احنا هنبقى عارفين كل تفاصيله من مجرد فهمنا. بشكركم وانا عارف ان المستقبل بايديكم ان شاء الله وبايد الخالق سبحانه وتعالى، وهتكون مصر في مصاف الدول الصناعيه الكبرى بيكم وبسواعدكم. شكرا والى اللقاء.